فيك البالي وحاجه اللي انت نقولها ثاني الجروب اللي راه عندنا هذا العام تما كي هو كي ستار تكنيك وكاع جروب كيما قلت فاميلا فاميلا لحد الان لاعبين كامل كيما راهم كاع مسنين اجازات ومام المدرب معاهنا وكاع ما كاينش اللي اخذ سنتيم ابار اون افونس اللي مدها من عنده مشكور على ذلك السيد الرئيس ولكن ماشي كافيه ماشي كافيه ان شاء الله حنايا كيما ضبطنا نهار ان شاء الله تستمر ان شاء الله باذن الله تستمر نجم زروقي احوال فريق شبيبة تيارتي كل عام نعود لنفس السيناريو حديث عن ديون حديث عن مشاكل مع بدايه موسم رغم انه كانت فيه بدايه تبشر بالخير بكل صراحه شفنا جمعيه عامه هاديه انتخابيه جرات في ظروف مريحه شفنا اداره باشره المهام تاعها بالانتدابات كان من بين الفرق الاولى في القسم الثاني على المستوى الوطني اللي شرع في تحضيرات انتدابات لعب تربص ولو انه قصير المدى الشروع في المباريات الوديه طبعا امور كانت تبشر بالخير مع بدايه الموسم طبيعه الحال انا نظن باللي المكتب التنفيذي للجمعيه برئاسه السيد الرئيس نظن باللي قام بعمل جبار وقام بمجهود يشكر عليه ولكن انا بالخبره تاعي بالمعارف تاعي في كره القدم انا نظن باللي المشكل تاع شبيبة تيارت هو مشكل اعمق ومشكلة اللي يقلو حل جذري صراحة اليوم شبيبة تيارت خاصة أنه تعرف أني كنت لاعب سابق في هذا الفريق وعشت هذا المشكل فيه نظن بلي شبيبة تيارت رأي فيه مفترق طرق اللي لازم تكون فيه حلول جذرية الفريق طبيعة الحالة السنوات الأخيرة حقق صعودين متتاليين وهذا شيء عمل جبار ولكن الأمور الإدارية خاصة فيما يخص الوضعية المادية للفريق نظن بلي الامور راهي صعيبه المجهودات تاع الرئيس ما غاديش تكفي به الفريق يكون في احسن الاحوال هو صراحه قام بعمل جبار تم استخدام لاعبين في المستوى المانجر ايضا قام بعمل لاباس به ولكن نظن بلي الامور ماهيش كافيه انا نتمنى فقط ان شاء الله ان الوضعيه الحاليه خاصه فيما يخص مشكله الديون نظن بلي الفريق لازم يسيب له حلول جذريه ان شاء الله هذا هو اللي نبحث عنه من خلال هذا التواطؤ وكذلك من خلال هذا الحوار صوفيا مومدين في اخر ايام فاجاتنا ربما شخصيا تفاجات يعني باستقاله الرئيس صوفيا مومدين بعد عمل مع بدايه الموسم لعده اسابيع العمل على التحضير على انتداب اللاعب الناس كانت موقفه ومخلي النقاش عندهم ويديروا واش يبغاو. طبعا سنواصل الحوار لانه ملف شائك بكل صراحه خاصه مشكل الديون الذي يعود من جديد ليطفو على السطح بالنسبه لنادي شبيبه تيارت وننتظر كذلك ربما حلول خاصه في ظل الظرف الراهن بالنسبه لنادي الشبيبه. اذا 3:25 باذاعه تيارت نعود بعد قليل. حان الآن موعد أذان صلاة العصر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أمين يا رب العالمين. أذن لصلاة العصر لمدينة يرت ومجاورها، تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. هنا إذاعة الزائر لمدينة يرت، ومنها تولون الاستماع لبرنامج حوار في الرياضة. برنامج حوار في الرياضة يتواصل معكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان في هذه الأمسية الرياضية، ومن خلاله نحاول الحديث والتطرق لملف ومشاكل نادي شبيبة يرت مع بداية الموسم الكروي الذي لم ينطلق بعد، ولكن الشبيبة كما ذكرنا منذ قليل شرعت في التحضيرات، في الانتدابات منذ مدة، في تنظيم الكثير من الأمور، ولكن اصطدمت بواقع آخر هو مشكل الديون الذي عود للواجهة من جديد. سفيان بومدين، وصلنا الحديث معك بالنسبة لمشكل الديون، أشخاص عددهم كثر بكل صراحة حسب القائمة اللي موجودة أمامي، يعني كل واحد يسأل مبلغ مالي معين، رؤساء صرفوا على الفريق في سنوات ماضية، فيه ناس متعاملين كانوا في أعضاء في هذه الجمعية العامة، يعني الكثير من الأمور تعود من جديد للواجهة. ولو أن بكل صراحة ديون شبيبة يرت أخذت وقت كبير وكانت في كل مرة عائق بالنسبة للنادي، كيف تعاملتم مع هذه المشاكل المالية بكل صراحة منذ توليكم مهام تسيير الفريق؟ الأخ ناود، شو كان الناس اللي عندهم نوايا تاعهم حسنة وما بهمش يحطموا الفريق، كان كيما نزل باب صحراء تاع السوبر، طبعا عنده الفريق، عنده سال الفريق وعنده لاغروس وعنده كلش، اتصل بيا شخصيا، اتصل بيا قال لي بلي انا عندي طبعا هذا الديون من وقتاش، يعني السنه كان ثاني، كان في وقت رشيد معك في هذا الديون، في وقت ثاني 2014 من 2008، هذا الديون من 2008 في الكواليس، في ديون حتى من 98 في ديون حتى من 98 98 2008 وراح 10 سنين 20 عام فريق في الديون. كاين الناس اللي تسامحت الدول، كاين الناس اللي تنخلص، كاين اللي ربما تفاوضت، معليش انا تسال راح نتفاوضوا. طبعا المبلغ المالي الاجمالي حاليا اللي هو على عاتق فريق كدوي شحال؟ المبلغ الاجمالي كاين زوج ملاير تقريبا ديون 2 مليار سنتين. مازال يقول الرئيس السابق جهاد بتوداود مازال يسال مبلغ تاع 970 مليون. هذا المشكل اللي راه مازال مطروح، هذه 970 مليون طبعا هذا المبلغ، ما قلنا البقيه، يعني ما كاين بقيه اخرى. قلت لك الاجمالي كاع فيه زوج ملايير، الاجمالي كاع تاع الديون تاع فريق شبيبة يرت زوج ملايير، حوالي زوج ملايير. 2 مليار سنتين كديون من 2008 الى غايه اليوم. 2008 كان الرئيس السابق مسح، وكاين ديون اللي خلصت قريب 7 ملايير ديون مسحت وخلصت. بصح هذا المبلغ كاين الناس اللي قالوا كي كانت السلطات القديمه تسامحوا على الديون، تنازلوا على الديون، تنازلوا على الديون ورفضوا وحبوا. وهل التنازل هذا كان بوثائق؟ المشكله كاين الناس اللي داروا، قالوا لي انه اليوم بكل صراحه تنازل، نجيك بالكلمه نقول اني تنازلت بين عشيه وضحاها، يعني نعاود نرجع في رايي ونعود من جديد نطالب بالاموال تاعي، ربما هذا هو المشكل اللي حدث. هذا هو المشكل، بصح الناس ضروري كي تكون في ناس وجماعه تكون عندك الكلمه.
هضرنا كما كاين الناس اللي دارت وثيقه داروا عند النوتير المحضر القضائي داروا وثيقه، غير الغلطه تاع الناس اللي كانت مقبل ما داروش وثيقه. المفروض تكون وثيقه حتى نضبط الامور، لانه رئيس اليوم لما تجيه وتقول انت سمحت يقول انا ما سمحتش، وربما ما تنازلت على اموال وتنازلت على النساء مبلغ وبقى لي مبلغ. هذا هو الاشكال اللي يطرح، هل هذه اسباب الاستقاله بالنسبه للرئيس؟ نقول لك صح الاخ بنودة، انا جيت نترأس على فريق كرة قدم، ما جيتش نترأس على ديون، ما جيتش نخلص به نخلص ديون نقعد ضلي في المحاكمة وفي في المحكمة. أنا جيت باه نرأس على فريق كرة قدم، صرت كاع الفريق فيهم ديون بصح كاين الناس اللي كيفاش تعرف بصح بزاف يعني أنا كل المبالغ اللي كنت اللي كانوا في الحساب باه نخلص بهم لي جوار باه يجوا نخلص بهم المدربين باه نخلص بهم الديون. ثم هذاك كيما نقول لك فريق رئيس على ديون، انا من ناشد السلطات باه يوقفوا معنا في هذا الامر. طبعا هل كان فيه جلسه تشاور معكم مع مدير الشباب والرياضه؟ انا بين مدير الشباب والرياضه كان يرافقهم في كل مره. مدير الشباب والرياضه نشكروه بالبزاف، خاطش علاه الشيء اللي راه يعمل فيه واللي راه واقف مع الشبيبه ما عملو حتى مدير سابق. نقولها وزيد نعاودها، ما كان حتى مدير شباب الرياضه اللي عاون الفريق كيما مدير شباب الرياضه. ما درتوش خريطه عمل باش لقاوها حلول لهذه المشاكل؟ هو كان معايا في خريطه، كان معايا وهو كان معايا تطرق للمشكل هذا معايا من البدايه، وتحاول معايا الناس خطات الطريق. لو كنت تخطي الطريق مع مسؤول اول مدير شباب الرياضه وكذا. طبعا ربما الاتفاقيه اللي درتوها مع اصحاب الديون ما مشاوش على الخريطه العمل اللي درتوها انتم، حتى تخلوا مصلحه الفريق يعني اول الفريق يسير واصحاب الديون يدوا الاموال تاعهم. يعطيك الصحه. طبعا هذا يبقى مشكل. نور الدين زروقي، تعليقك على هذا المشكل بكل صراحه، نائب رئيس فريق وكذلك تعاملت مع كثير من النوادي بحكم الخبره تاعك على مستوى فريق بوهني كذلك على مستوى الرابطه الولائيه لكره القدم، تعليقك على هذه المشاكل الديون خاصة بالنسبة لما يتعلق الأمر لعقد جمعية عامة عادية يتم فيها الموافقة على التقرير المالي والأدبي، وهنا بيت القصيد هنا من المفروض تظهر الديون، يعني لما رئيس يمد التقرير المالي والأدبي يمد كل المصاريف اللي صرفها وكذلك الديون وحتى الناس اللي ساهمت في الفريق، هل هذه الأمور موجودة بكل صراحة على مستوى نادي شبيبة تيارت بحكم أنكم التحقتوا بالإدارة؟ صح، انا في المده الاخيره تقريبا في السنوات الاخيره كنت غايب على الفريق، ولو اني كنت حاضر معاه تقريبا في من بعيد، كنا قدمنا يد المساعده في كثير من المرات، ولكن من خلال اطلاعتي على الامور الاداريه في المده الاخيره صراحه تفاجات. لماذا تفاجات؟ انا نظن باللي شبيبة تيارت كفريق كفريق وفريق عريق نقدر نقولوا سبحان الله سي لو برومي كلوب في تيارات، تفاجأت انه هذا الفريق ما يملكش ارشيف اداري. وهذا الاشكال يعني ما كاش مقر اداري اللي في السنوات، نقلم لك السنوات اللي مضات، ولو انه السنوات الاخيره سي سفيان بومدين ولا سي الحاج فغولي ولا تقريبا كانت الامور مضبوطه فيما يخص خاصه التقارير الماليه، وتقريبا ايضا هيئه المحاسبه وكما نقولوا حنا لا كور دي كونت تقريبا في المده الاخيره طلبت الملفات الخاصه بهذه الجمعيات. من تقريبا شبيبة تيارت نقدر نقول لك في السنين الاخيره 2016 2017 2019 اظن الامور كانت مضبوطه الى حد كبير، لكن المشكل يبقى في السنوات اللي كانت قبل. اظن بلي الفريق عاش في فوضى وفوضى كبيره، لانه لما تكون عندك اداره قويه ويكون عندك مقر اداري في المستوى كنا قادرين نتفاداو مشاكل كثيره. اليوم الرئيس اللي راه كان يتخبط في هذه المشاكل انا نظن باللي تبعات السنوات الماضيه. التقارير الماليه هذه تقريبا كانت تجوز في جمعيات عامه وكانت تدي الموافقه. نظن باللي الجمعيات العامه هذه ما ناقشتش هذه التقارير، ما عرفتش المحتوى الحقيقي نتاعها. اليوم نتفاجئوا باللي هذا الفريق شبيبة تيارت ما استفادت ولا شيء. على الصفر يعني بكل صراحه. شبيبة تيارت كفريق منذ سنوات في هذا البلاطو تحدثنا على مشكلة. انا من السنوات اللي كنت نلعب فيها فريق شبيبة تيارت كان احسن. كان احسن لانه فيه كانوا ناس مسؤولين باتم معنى الكلمه. احنا لعبنا فريق شبيبة تيارت كي كان يملك نازل سيرسو كي كان كانت شبيبة تيارت باتم معنى الكلمه. نظن في الاونه الاخيره هذه المشكل هذا الاداري اثر كثير واثر على الاستقرار. لانه صراحه الرئيس اللي يروح
ويجي رئيس اخر، لكن الاداره لازم تبقى. الامور الاداريه للفريق لازم تكون استمراريه في العمل. المفروض على الاقل سبحان الله كيكون عندك مقر في المستوى، اداره في المستوى، الفريق ما غاديش يخسر كثير. اليوم راه سفيان بومدين، غدوه اخ اخر، المهم الاضافه للفريق. انا نظن حسب اطلاعي في المده الاخيره على هذه المشاكل، الامور الاداريه لازم تضبط وتضبط بصفه نهائيه. مشكل شباب التيارات ما صبحش في المدربين ولا في اللاعبين، هو المشكل الاداري يعني. صباح مشكل اداري، لازم هذا المشكل الاداري هي كما قلت سبق لي وقلت بلي لازم تكون حلول جذريه، خاصه فيما يخص هذا مشكل الديون، لانه احنا مقبلين من سيد الرئيس الكلمه المشروع الرياضي لازم له اسس متينه، اسس صحيحه. اذا كان الرئيس راه يخمم بيولي فريق شبيبة تيرت فريق كبير وفريق على الاقل يلعب الادوار الاولى كل موسم، طبعا ما نقولوش الرئيس، نقول اذا كان احنا خممنا المشروع مسؤوليه جميع، لان يعني اليوم مسؤوليه هي المسؤوليه المشتركه. اذا كان الرئيس هذا لازم ندعموه، لازم نكون معاه حتى يكون، لانه اليوم سفيان بومدين رئيس، غدوه ماهوش سفيان بومدين رئيس، يكون رئيس اخر، على الاقل المشروع يمشي، المشروع يمشي، والفريق ينجح نحو الامام. احنا دروك اذا كانت التنميه حسنه والفريق باغي نغيروا في سياسه، يتطور نحو الامام، لانه ما بقاتش هذه تاع جيب سوفونسيون شوف الدراهم، روح جيب خلص لعابه خلص لاكروس. نظن الفريق قاعد يدور في هذا الدوري في حلقه فارغه يعني، ما بقاتش. اليوم نظن باللي كاع الفرق، رانا نشوفوا في التلفزه، رانا نشوفوا باللي كاع الناس فاتت لواحد المرحله تاع تجديد، فاتت لواحد المرحله تاع تطور. الان نظن باللي شبيبة تيرت مسحقه نفس جديد، مسحقه عقليه جديده في التسيير. التسيير لازم يكون شفاف، هذا اول شيء مهم، ولازم الفريق يستفاد، ولازم تكون اداره قويه كذلك بطبيعه الحال. بكل صراحه نورديان، انا يفاجئني لما نجي نقول بانه هؤلاء الناس اللي غيتسال الديون وحقهم يعني اموالهم هذه، وحنا مع احترامنا لكل الاشخاص، اذا كان رئيس سابق ولا كان مسير ولا صاحب فندق ولا صاحب مطعم، اذا كان عنده امواله من حقه يطالب الحقوق تاعو. اذا كان نجي اليوم نقولوا بانه هؤلاء الاشخاص تنازلوا في وقت ما، ولكن ما عندناش وثيقه تاع التنازل، هنا هو ذنب الاداره، لانه كان المفروض نروحوا على الاقل نديروا عقد رسمي انه هذا الشخص تنازل على المبلغ المالي، اذا كان تنازل على الجزء تنازل للكل، ويحدد رقم المبلغ هذا نقدر نواجهه به اليوم. اذا كان يجي طالب بالديون قال ودي انت تنازلت على الديون، هاي الوثيقه موجوده ومنضات من طرف الشخص، لكن اليوم احنا ما عندناش، من حقه يطالب باموال ويديها يعني. لا بطبيعه الحال الاجتماع الاخير للمكتب التنفيذي والرئيس كان حاضر، تقريبا المكتب ادى قرار بهالوضعيه هذه تاع الديون لازم تدرس حاله بحاله. اول حاله بدينا هي الحاله تاع السيد داوود جهاد بنتو اللي تقريبا استفاد من المبلغ الاولي تقريبا واحد 670 مليون، وبقى له تقريبا المبلغ تاع 975، ونحن من حقنا كاداره ونطالبنا بالوثائق اللازمه اللي من خلالها تثبت صرف هذه الاموال، صرف هذه الاموال. وتقريبا المكتب ادى قرار في هذا الشان، واتخذنا الاجراءات الاداريه اللازمه، ورانا راسلنا الرئيس السابق على الاقل يجيب لنا الوثائق اللي تثبت هذا الامور، وحنا عندنا الحق ما يديه، احنا ما عندناش مشكله. هذا هو الشيء حتى تكون الشفافيه يعني. بطبيعه الحال يبقى فقط التوقيت وكيفيه تسديد هذه الديون، لازم نقدموا مساعده لهذا الفريق، لانه تقريبا كما قال لك الرئيس شبيبة تيرت عطات لهاد الناس. اللي ما عطاتوش مشاريع عطاته اسماء، على الاقل عطاته اسماء. نظن باللي لازم هذا الفريق الناس كاع تتحد باه ينجح المشروع تاع هذا الفريق. انا نقول باللي احنا رانا متطوعين مع السيد الرئيس باه نعاونوه في هذا. طبعا الاشكال اللي يطرح كذلك السي نور الدين حسب القائمه الموجوده امام الرئيس، وهي موجوده بالاسماء والارقام، احنا ما حبيناش ربما نذكروا الاسماء والارقام والاموال، فيه حتى ليس 12 مليون 15 مليون مبالغ ماليه يعني مده 10 سنوات، ويجمد عليها الحساب البنكي، وتوقف ببعض الاحيان مسيره فريق، نقولها بكل صراحه، لانه مسيره فريق، الفريق اليوم لما نجمدوا له الحساب البنكي يصبح التعاملات الماليه تاعو مش موجوده يعني. حتى الاعانه الاموال اللي تجي من عند الدوله من طرف السلطات ولا البلديه ماهيش، ما يقدرش الفريق يستفيد منها. هذه قائمه اسميه، اذا كان حلينا مشكل مع رئيس اللي هو يسال 900 ولا 600 مليون، كيف سنحل المشاكل مع البقيه يعني؟ هل سنتفاوض كل مع هالجميع مع كاين بعض الديون اللي كما في عندها حلول، تقدر تقول عندها حلول متوفره تقريبا. هو في المده الاخيره سدد تقريبا فيما يخص هذا ليكيبمون تاع اللي تقريبا 122 مليون، عندنا ثاني
ان غارديان اللي هو ديال الجهاد الدولي اللي تقريبا عنده 47 مليون. كاين بعض الديون اللي تقدر تجيب لها الحلول في وقت. طبعا سفيان سددت الديون منذ تحقيق التحقيق لحد اليوم انا مسدد الديون تاع مليار و600 مبلغ مليار و600 اسحب الديون هذا شيء كثير شيء ماشي في وقتك يعني قبلك يعني. في وقتي قصدي هذو اللي كانوا يسالوا الاموال من هذو المديرين من 200 روح انا شيء غير معقول ان سمحوا لي تقريبا في المده الاخيره وين كنت نسمع بعض الاخبار وين تقول باللي كانت الشروطات المحليه كانت برمجت اجتماع خاص بالديون فريق شبيبة تيرت وكانت تقريبا دعوه موجهه للجميع وكان عطاو تقريبا مده تاع شهر باش يقدموا الوثائق تاعهم اللازمه اللي تثبت هذه الديون ومن بعد نتفاجئوا في المده الاخيره انه بعض الديون تقريبا عندها 12 عام 13 عام 14 عام نظن بلي هذا امر غريب الامور هذه تقريبا 12 عام انا نسمع ماشي نعاود نهضر على الدين. طبعا لماذا انا كاين ربما كذلك كاين سؤال في عهد رئيس ما مثلا لماذا هؤلاء الاشخاص لا يطالبون بالدين في عهد الرئيس لانه الرئيس هو اللي يتعامل معهم المفروض هو اللي يسدد الديون. هذا لب الموضوع احنا صراحه انا تقريبا كنت نشوف شبيبة تيرت السنوات الاخيره وكانت تقريبا نقول المشكل الكبير تاع الديون الكبيره كانت حل في المواسم الماضيه كان مبلغ 7 ملايير تقريبا اللي كان تحل المشكل تاعو ولكن في المده الاخيره انا نظن باللي الهدف ما ولاش حتى كما قال الرئيس تقريبا انا حضرت اجتماع او اجتماعين وين حضرها السيد مدير الشباب والرياضه وصلنا لطرق وديه من اجل حل هذه المشاكل تاع الديون ولكن من بعد الواقع والامور اللي جرت من بعد نقول بلي الناس ما كانتش في مستوى الكلمه اللي عطاتها دونك هنا اليوم انا بالنسبه لي كاداره احنا مطالبين بان نصيبوا حلول جذريه والحلول الجذريه تبدا من اخذ اجراءات اداريه قانونيه بحثه لاجل شبيبة تيرت لانه حق شبيبة تيرت ما لازمش يروح. طبعا اللي عنده حق من خلال كلامك روحوا للتحقيق في هذه الديون بطبيعه الحال ولا لا نقول باللي اليوم انا نقول لك ما بقاش ياسر الهروب الان ربما سؤال المحير كذلك طبعا صاحب فندق ومطعم وما شابه ذلك في سال ديون او شيء عادي ولكن رئيس فريق يشرف على التسيير المفروض يحاسب هذا الرئيس لانه ربما قام بما يسمى بسوء التسيير في الفريق لانه اصبح الفريق بديون كيف لرئيس يسال الفريق انا صراحه بعض الاحيان نتساءل نقول رئيس فريق يصرف يتقبل انه يكون رئيس ويحمل مشروع رياضي يقول انا راح ندير اهداف في الفريق وبعد سنه او سنتين لما ينسحب من الجمعيه العامه ما يصبحش رئيس يصبح يطالب باموال يعني يقول انا صرفت على الفريق هذا ربما كذلك يطرح سؤال هذا. والمشكل الكبير انه نعرف رئيس كيصرف ما نسيبش ديون اخرى في الفريق هذا هو المشكل. كنت انا رئيس وتحملت المسؤوليه جو مونكاج ابيني تو الموند في الاخير الى خرجت كما قال لك الرئيس وعندي وثائق اللي تثبت هذه المصاريف تاعي والديون تاعي القانون يعطيها لك مش على الامور اللي غير طبيعيه طبعا لانه هذه المسرحيه ماش تكمل بكل صراحه لا اليوم رئيس سابق كان يسال ديون سفيان بومدين هو اليوم رئيس بعد سنه وسنتين يقدر يجي يقول كذلك انا نسال ديون ويشارع الفريق ويحمل اموال ربما اللي رقمها يبقى لازم تسير تتغير في الفريق. مراد تعليقك على هذا الوضع ولو انه ماهوش اختصاصك بالنسبه للديون ولكن كمراجل عام للفريق صراحه هو عرقله بالنسبه لمسار على كل حال كيما راك طرقت لها ماهوش اختصاصي ولكن سامو كونسير كيما يقول سامو كونسير باسكو هذا صوالح يعطلوا الفريق يعطلوا شحال من حاجه. طبعا انتم معنيين اليوم رئيس فريق يقول انا مستقيل وكان عندكم عقود مع لاعبين كان اللي ربما تقاضوا ولو اموال قليله عقد مبدئي مع الفريق مضاو هاد اللاعبين مضاو اللي جبتهم مضاو عقد مبدئي عقد رسمي مع الفريق كيف سنتعامل مع هؤلاء اللاعبين؟ هاد اللاعبين خدموا هذا ما ينجموش يسنيو اير راهم سنين هنا معنا كيف سنتعامل مع هؤلاء اللاعبين؟ احنا لانه هذا اللاعب اليوم مضى مع سفيان بومدي اللي هو رئيس وعطى له وعود وكذلك اعطى له البالو المطالب الماليه غدوه لما يجي رئيس كيف يتعامل مع الرئيس؟ هذا بارك الله فيك على السؤال. هذا شبيبة تيرت فوق 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 الجميع لان اللاعبين هذو ضاعوا ولا ما ضاعوش معليش هما رايحين يقعدوا في فريق شبيبة تيرت ان سي سفيان ولا لو بيرو بيرو اللي رانا ولا حتى 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 المنظر العام المتحدث ما يهمناش باسكو علاش الفريق يقعد هو اللاعبين يقعدوا هما كاع ناس اون بلاص
ان شاء الله بربي الفريق، الفريق كما كنت نقول لك لازم يكون محضر واجد. انا ان شاء الله نتمناو الوضعيه تسوى الوضعيه، لان عندنا نيه اخرى، عندنا نيه زعما كما كنتوا تتكلموا وذا، عندنا نيه تاع تمشي للقدام، نيه التصحيح اولا، التصحيح وتمشي للقدام. احنا بقينا رانا في انا في 92 93 مشيت لشبيبه القبائل 92، ومقبل 92 لحد الان شبيبه يارت تعاني غير في هذه المشاكل. نتمنى احنا ان شاء الله كما هذا كما دي جي اس مدير شبيبه الرياضه اللي هو مشكور على ذلك، هو في الحق متفاهمنا وماشي معنا في هذا الامر. لا بروف رايح شبيبه تيار تحل الان بوتيك اوفيسيال تاعها. طبعا كاين مشروع رياضي، عندنا كذلك اللوكال اللي هو اللي المغازه تاعنا تاع البلاصه ثاني اللي راه في 30 سنه مغلوق ثاني ان شاء الله بربي الشهر هذا ولا غادي ثاني يصرى لها كيما الاخر باش نبداو فيه ثاني يرجع للواجهه. احنا بقينا غير لعاب وخلط لعاب ومن بعد في الفات سيزون يروح لعاب ومن بعد حساب البنكي مجمد. سفيان بومدي نعود ليك، هل قرار الاستقاله هو نهائي؟ نقول لك صح الاخ، القرار هذا حطيته انا يوم الخميس هو اللي طبعا هو قرار كتابي، لانه كثير تساءل لما نشرنا الخبر على صفحه الاذاعه، الكثير تساءل هل الخبر رسمي، لانه احنا تحصلنا على وثيقه رسميه وهي موجوده امامنا، هي استقاله الرئيس مدير الشباب الرياضه. مدير الشباب الرياضه وهو بعد جا كلمني ورفض القرار، قال لي اتصلت بالسلطات العليا بالسلطات المحليه المحليه بالمسؤول الاول على الولايه، وقالوا رانا نعاود نجدوا الثقه ورانا نتبعوا فيه ورانا نساندوا فيه. انا نطلب ونزيد نطلب لا يساندوا لا يوقفوا مع الفريق، حتى على الفريق موش تاع الرئيس بومدين ولا تاع نوردين ولا تاع مراد ولا فريق تاع الجامع، فريق تاع كاع الولايه. اي واحد في الولايه معني بهذا الفريق، لا كاع يوقفوا مع هذا الفريق وكاع نساندوه. علاش انا تطرقت هذا الامر؟ خاطر علاه دروك اللاعب كون يقول لك لا سومي بروشان تبدا الشامبيون، طبعا هي المشكل اللي دفعك للاستقاله هو الديون. هو الديون، اذا لقينا حلول للديون ولا تلقيت وعود هل ستواصلون العمل؟ ان شاء الله. عندنا شروط عندنا شروط تمشيو عليها باه كي نقلعوا على قاعده قويه، ما نقلعوش ابوبري، نقلعوا بقاعده قويه. طبعا ولكن هذه الديون سفيان بكل صراحه هي مهمه الاداره نور الدين، لانه انتم اليوم مطالبين باش على الاقل توجدوا طاوله تاع تفاوض مع الديون، لانه اذا كانت الديون عندها هاد الناس حقهم وحقهم في الاستفاده من هذه الديون، تبقى قضيه تفاوض ربما نور الدين في طاوله توجدوا لها حلول، على الاقل نقسموها على اجزاء، قال لي كان يسال 500 ولا 600 مليون على طرفين او على جزئين يدي هذه المبالغ الماليه، طبعا في انتظار وصول الاعانه. بطبيعة الحال تقريبا في الاجتماع الاخير وين السيد ولي الولايه وين تقريبا كرم الفرق اللي صعدت وكانت عنده توجيهات صارمه فيما يخص التسهيل، خاصه انه مشاكل شبيبه تيرت يعرفها العام والخاص، وتقريبا كان طالبنا بايجاد الحلول الضروريه من اجل حل هذه المشاكل. السيد الرئيس وقت اعضاء المكتب تقريبا نقدر نقول 90% من هذه المشاكل تحلت، ولكن المعطيات الجديده اللي بدات تظهر فيما بعد هي اللي ربما خلات الرئيس يفكر في الاستقاله. ما راحش نتفاجئوا اذا كان جاو اسماء ممكن اخرى. ممكن نتوقع باللي كاين اسماء اخرى وممكن كاين امور اخرى. انتم على درايه باللي في اسماء اخرى. صح، انا بالنسبه كما نقول لك لي كشخص انا عندي درايه بامور اخرى ممكن غادي تظهر في الايام المقبله. حتى رئيس الفريق ربما عندك درايه باللي اسماء اخرين يعني عندي درايه باللي كاع الانديه عندهم ديون، عندهم بصح كاين طريقه باه تسديد الديون. انا كنت نطرق للدائن، نجي نهضر معاه في طاوله نقول له غادي نسدد لك الديون تاعك، نقلعوا نبداو الشامبيونا وغادي يكونوا لي سيفونسيون يدخلوا الدراهم نبداو نخلصوا بالواحد، نعطوا له مكتوب كاع الناس راهي تمشي كيما هكا. بصح كي تخلص واحد بعد كي يعاود يجي يقول لك باللي غير مام الشخص نفس الشخص يعاود يجي يعاود بلاك. انا لازم تكون الامور كتابيه. مضبوطه مضبوطه، نروحوا للامور الكتابيه. اذا كان واحد يسنى 900 مليون نتفقوا معاه، على الاقل في وقت اللي تدخل اعانه ماليه على ثلاث مراحل. اسمح لي في هذه النقطه شي بنعود الامر هذه تاع 900 مليون. السيد مدير الشباب والرياضه حاضر في الاجتماع الاخير اللي كنا جريناه مع السيد هذا اللي راه يسال هذا المبلغ، وتقريبا وين عطانا كلمه باه يساعد الفريق، وتقريبا صرح
في كلمته امام مدير شباب الرياضه وقال باللي انا مستعد به نسمح في مبلغ اللي يعاون به الفريق. ولكن انا نظن باللي الامور تغيرت فيما بعد. نظن بقات الطرق الوديه، نظن الحل الاخير هو انه لازم نتبعوا الاجراءات القانونيه المعمول بها في هذا الامر. واول شيء نظن الخطوه الاولى هي انه لازم نتاكدوا مساحه الدول. تحقيقات الماليه ومطلب الجميع. اذا كان هاد الناس عندها اموال حقوا يديه طبعا. سفيان بو مدين، ما بقاش كثير من وقت البرنامج، واش هي رسالتك في الاخير؟ تمنينا نتلاقاو في ظروف غير الاستقاله وغير الحديث عن الديون، ولكن هذا هو الواقع الموجود امامنا. الاستقاله موجوده امامنا، استقاله رئيس نادي شبيبه تيارة، طبعا في انتظار ما ستحمله الساعات القادمه. واش هي اخر كلمه تقولها؟ تفضل. لا اخرى كما قلت لك، انا السلطات المحليه اتصلوا بيا مدير شباب الرياضه، ومن ضمن المنبر فاني نوجه النداء للرئيس البلديه، خاطر كان فيها تقرير في على الحسابات فيسبوك باللي دايرين واحد مبلغ مالي باللي رئيس البلديه ما عاونش الفريق. احنا ننفذ البلديه دائما كانت سند للفريق، بلديه تيار دائما كانت تدعم الفريق. ولكن وقع فيه خلط بين مبلغ 2020 2021، هذا هو المشكل. هنايا منا نوجهوا النداء للبلديه باللي البلديه عمرها ما نكرت الجميل تاعها للفريق، ما بخلتش الفريق يعني. عمرها ما بخلت. منا نوجه للسيد رئيس البلديه باللي هنا ما قلناش باللي البلديه، كاين ناس تكتب في بلاصه عندنا صفحه رسميه كاين بغاو نديروا نطرقوا كتابيا ولا، احنا مره ما قلنا البلديه ما عاونتش. ولكن صرحتم بان المبلغ الممنوح من طرف البلديه 300 مليون هو شيء قليل يعني. لا هنا كان فيه تحاور، ما قلناش كان فيه تحاور بين كاع الحكم 300 مليون ورفضتوها. 300 مليون رفضناها ومن بعد تم تدارك الوضعيه. قلنا لهم اعطوا الجمعيات الاخرى، كاين 50 جمعيه ولا، والمبلغ الثاني سيكونسون يكون للفريق، ولكن المبلغ ما يكفيش. شكرا سفيان. مراد كلمه في الختام تفضل. كلمه ان شاء الله تكون امور منضبطه ان شاء الله، تتحسن الامور ان شاء الله. تتحسن الامور باذن الله. احنا نتمنى شبيبة التيار هذه كنت الخطره فاتت نعاود نقولها ان شاء الله. نور الدين زروقي كلمه في الختام. ان شاء الله فريق شبيبة التيار من الحسن للاحسن ان شاء الله. شكرا نور الدين زروقي نائب رئيس فريق شبيبة تيارت. سفيان بومدين وكذلك مراد ايت مولود مناجر العام للنادي، شكرا لكم جميعا على المتابعه والوفاء. تحياتي وتحيه الفرقه التقنيه التي رافقتكم.